30,000 هي ما يتناقله العراقيون في الفترة الأخيرة، مبلغ خصصته الحكومة لكل فرد عراقي من أجل سد الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء كورونا. هذا المبلغ الذي أثار استهجان الطبقة البسيطة من سكان العاصمة ولا يكفي حتى لأسبوع واحد. وهاي مال المنحة مال 30,000، 30,000 شو تكفي؟ شو تكفي؟ تقول لي يعني هسه هو البرلمان والنواب اللي اعطوهم 30,000 يكفيهم؟ يحشون بالملايين الدولارات ويحشون بالفلوس ويحشون بالكشخات وبالخدم وبالحشم. هذا الاكل اللي ياكلوه من فضل الله وفضل الشعب ما يغزر بعينهم، يعني كلش قليل وما يفيد. هو واحد هم دول المسؤولين موجودين، يكفي ابنه مصرف 30، بنته ابنه اذا بالجامعه بالمدرسه زين ما يكفي مصرف كهرباء تاكسي ما يكفي. وهسه الناس كسبه كلهم قاعدين، يعني عطاله بطال والله بالله، يعني مجاعه. بعض من المثقفين العراقيين اقترحوا مبلغا قد يتناسب ومتطلبات العوائل العراقية المتعففة، إلا أنه لا يتوالم والإمكانية المالية العراقية الحالية، خصوصا والنفط يعاني انخفاضا كبيرا، والكل على دراية بأن العراق يعتمد وبشكل كبير على النفط في أغلب الزوايا الاقتصادية. هذا المبلغ أقول للسياسيين، هذا المبلغ لا يكفي لسد رمق العائلة العراقية، يعني يجب على الدولة توفير لكل عائلة عراقية بدل هذا المبلغ البسيط جدا 35 أو 30,000، يجب على الدولة توفير مبلغ قدره 500,000 للعائلة العراقية. بين التعجب والاستهجان والغضب يكون حال أغلب العوائل العراقية متأزم في هذه الفترة التي تشهد ركودا اقتصاديا تاما، فالمحال مغلقة والحركة التجارية معطلة، والكل ينتظر لطف السماء ويترقب زوال هذا الوباء. لعلها تتناسب والإمكانية المالية الحالية لميزانية العراق، إلا أن 30,000 لا تسد رمق المواطن العراقي الكادح كونها لا تتناسب وأسعار السلع والبضائع. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.